ما الفرق بين عدة الطلاق وعدة الوفاة؟ وهل يجوز للمطلقة اتخاذ الزينة والخروج من البيت؟ عدة الطلاق وعدة الوفاة إن هو خروج. عدة الوفاة تكون من أشهر 4 أشهر و10 أيام. أما عدة الطلاق فإن كانت المرأة ممن تحيض فإن عدتها 3 حيض. وإن كانت ممن لا تحيض لشغل الأوعيات فإن عدتها 3 أشهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض على الراجح، وقيل 3 أطهار على قول آخر. وقال في التي لا تحيض لشغل الأوعيات: واللائي يئسن من المحيض لنسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وأما الحامل فعدتها وضع الحمل من طلاق أو من وفاة. قوله تعالى: وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت الحامل مفارقة في الحياة فعدتها وضع الحمل من غير خلاف، وإن كانت متوفى عنها فعدتها بوضع الحمل على الراجح من قول العلماء. وكذلك هناك فرق من حيث ما يلزم المعتدة أثناء العدة، المتوفى عنها يلزمها الإحداد أو استلام الزينة ولزوم البيت مدة العدة، وأما المطلقة فإنها يباح لها الإحداد، يباح لها الإحداد إباحة مدة العدة، كما قال: يباح لبائل للحي. ولزومها البيت أحسن لها، وإذا خرجت فلا مانع مع التستر، لا يلزمها البقاء في البيت، لها أن تخرج ولكن يكون هذا مع التستر، ومهما بقيت في البيت فهو أحسن لها. جزاكم الله خيرا.